ضحوا بالنفس والنفيس، سبلوا أنفسهم فداء للوطن المزكى بدماء المليون ونصف المليون شهيد، أسود الجزائر وقادة أعظم ثورة ضد أكبر مستثمر. تضحيات وإنجازات رجالات الجزائر أجمع عليها أبناء الشهداء عام 1989 ليكون 18 فيفري يوما وطنيا للشهيد، تبجيلا للإنجازات والتحديات وأحياء للتاريخ. سليل الجيش الوطني الشعبي هو جهاز الأمن الوطني، حمل اليوم المشعل لمواصلة الدرب الذي مشى عليه المجاهدون والشهداء إبان ثورة نوفمبر المجيدة، وأحيا ذكرى الشهيد الذي كتب تاريخه بدمائه لتتربى الأجيال على الوطنية والقيم التاريخية. في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني الحريصة على إحياء كل المناسبات التاريخية وعزمها على مواصلة المشوار والنضال بشكل آخر عنوانه أحبك بلادي، تحية إجلال وإكرام لكل من سقط فداء لهذا الوطن. هدفنا هو غرس ثقافة حب الوطن وتبجيل ما قدمه المليون ونصف مليون شهيد لأجل الجزائر. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أنتم الخلف أيها الجيل الصاعد، هي الأمانة التي تركها أحد المجاهدين الذي قال أن الشهداء تركوا الجزائر أمانة في أرقاب أبناء اليوم. هذه المجاهدين كل دولار مرضى هذه لا يدافع، هذه أمانة ما بين يديكم، سواء في البلديات، سواء في الجيش الوطني الشعبي، سواء في الدرب الوطني، سواء في الأمن الوطني، لأن صح البلاد والعباد، حنا هذه أمانة لا بين يديكم. هذا وأكد أبناء الشهداء على ضرورة التحلي بالوطنية التي يجب أن تسري في عروق كل جزائري، فتضحية الآباء الشجعان ووصاياهم لا يجب أن تذهب سدى. إياكم، الأمانة هي الجزائر، جابوها الشهداء بالدماء، وإياكم كنت نحطهم حتى تسيل الدموع بين كما قال خديهم، وبقيت دائما وطنية ودائما وفية. إذن ذكرى الشهيد عادت اليوم لتعيد معها قصص التضحية الكبرى التي قادها صناع استقلال الجزائر.